عصابه اجراميه جم، انا اقول انها عصابه اجراميه جوه المطبعه الامريه، ولو كان الامر بيدي الاحكام عليهم بالاعدام، وللاسف ما بديش اعدام. لكن القصه ان هم لافساد هذا الموضوع سواء او اي مكان غلطهم، تم تسويد العديد من الدفاتر او بطاقات داخل الدفاتر، وتم تغليفها لان البطاقه بتطلع مغلفه من المطابع الامريه، وتم تغليفها في المطابع وارسلت مباشره الى القضاء. القضاء بيفتحوا يلاقوا متسود على مرشح بعينه امامه بالقلم الجاف. في طبعا في جزء صغير كان فيه اخطاء طباعيه، يعني حبر واقع قدام واحد، لكن وبالمصادفه انه لذات المرشح، لكن هذه ليست مشكله. نعم، البطاقه اللي نتحدث عليها وهي بالمئات يتم التعليم عليها بالقلم الرصاص لصالح مرشح بعينه. والمشكله كمان ان هم ان في ناس حنكتهم الاجراميه كانت قليله فبيسود الدفتر كله، الاخرين بيسيبوا اول 10 12 بطاقه ويبتدي يسود بقى البطاقه، عشان القاضي اول ما يفتح يلاقي اول بطاقه والثانيه كويسه ممكن ما ينتبهش لباقي البطاقات، لكن قضاتنا تنبهوا ليها وقدروا انهم يظبطوها. طيب يا سيادة المستشار، دلوقتي حضرتك اعلنت انه النتائج هتكون يوم الاربعاء، حضرتك متوقع انه يكون في طعون؟ هل في اي طعون قدمت حتى الان؟ شكاوى بالتجاوزات، اشياء من هذا القبيل؟ طبعا بتجيلنا شكاوى ليس طعونا، انما القانون بيقول ان عقد انتهاء اللجان العامه من عملها وافساد النتيجه في اليوم التالي يمكن الطعون فيه من المرشحين. فاحنا اذا كنا متخيلين النهارده هنقفل 8 9 10 على حسب والجلسه رايحه تبتدي، لا يمكن بدء تلقي اللجان العامه ينتهي قبل الساعات الاولى من صباح باكر الاثنين، فعندي طول اليوم الاثنين اللجان العامه هتشتغل، يبقى لازم اتراجع يوم الثلاث كله انتظارا للطعون. اذا قدمت طعون يوم الثلاث يبقى انا عندي زي قمه الاولى اليوم الثاني لازم انظرها، فهنظرها الاربعاء، عشان كده بقول لحضرتك ليس قبل يوم الاربعاء سيتم الاعلان عن النتيجه. احنا بنحيي الجهد ده طبعا، والاستاذ مكرم محمد احمد عايز يسال حضرتك سؤال يا سياده المستشار. سؤال صغير، السؤال بيقول هل انت لا تزال متمسك او على الاقل سوف تحافظ على ما حدث في انتخابات المرحله الاولى من انه النتائج تعلن في اللجان الفرعيه اول باول والفرز يكون على المكشوف؟ أيوة كما طبعاً. تم في هذه الانتخابات. طبعا يا فندم. خلاص، يبقى اعتقد ده مهم جدا. وحضرتك طبعا يعني ده مشهد من النتيجه في اللجان الفرعيه لمندوبي المرشحين. تمام سياده المستشار، والنهارده اللجان العامه لما تجمع ستعلنها لوسائل الاعلام الحاضره وتسلم صوره منها لوكلاء المرشحين في اللجان العامه. على خيره الله. والنهارده في اختفاء لفكره الحبر الطائر او غيره اللي هي بتختفي بعد قليل دي؟ ها لا خلاص حضرتك، الموضوع ده اتكشف خالص، هيبقى مش هيبقى، دي كانت فكره لما تخش مش هتلاقيها موجوده حضرتك تاني. طيب يا فندم، بالنسبه للدعايه الانتخابيه في محيط اللجان، هل هناك شكاوى ولا الموضوع اقل بصوره ملحوظه؟ الان اقل كثيرا ان جت لنا شكوى واحده حتى الان، لغايه دلوقتي الساعه 10 صباحا حتى الان هي شكوى واحده. وانا اعتقد حضرتك ان احنا تحدثنا امبارح مع وزاره الداخليه ومع المجلس القضاء الصلاح عشان توسيع نطاق التامين حوالين اللجان، بحيث انه يتم القضاء قدر الامكان على هذه الظاهره. انا لن اقول انها سيقضى عليها نهائيا، ولكن ستقلص الى قدر الامكان. طيب، ستواجه بكل حزم اذا تم ضبط مرتكبيها. ما حدث امس قرب قسم النزهه في مصر الجديده، فكره انه بعض شباب من حركه سياسيه، حركه 6 ابريل، وقفوا رافعين صوره مرشح وصور الشهداء، يعني بيقولوا للناس انه كذا كذا. هذا ممنوع قانونا. هذا ممنوع قانونا وسيتم التعاطي معه. رفع صورة الشهداء في حد ذاتها مقبولة، محدش يقدر يقول لهم لا. وكلنا بنحيي هذه الدماء الذكية التي سالت للمنتخب المصري، إنما القصة أنها ترفع في مواجهة مرشح معين، هذا معناه دعاية مضادة للمرشح، ونحن في محطة انتخابي. بغض النظر عن الرأي السياسي، نحن في محطة انتخابي. فلهذا السبب أنا بقول ممنوع، إنما رفع صورة الشهداء في حد ذاتها لا يستطيع أحد أن يماري بها ما لم تستخدم للدعاية لصالح أو ضد أحد المرشحين. طب وحضرتك لما شفنا في الجولة الأولى الحقيقة كان في شوية تراخي في عملية الصمت الانتخابي، لكن في إحكام ومتابعة دقيقة هذه المرة، السبب هل هو الرغبة في فرض القانون بكل الأشكال، ولا لأنه كان في تأثيرات لتلك الخروقات للصمت الانتخابي في الجولة الأولى؟ هو الاثنين، بس هو الأهم
ان شعار اللجنه في هذه المرحله المزيد من الحزم في تطبيق القانون. طيب لما بيحصل حاجه زي دي حضرتك بتطلب من الجهات المعنيه الجهات التنفيذيه انها تنفذ وتعاقب مباشره. ايوه فندم. أشكرك سيادة المستشار حاتم بجات وشكرا جزيلا. هنرجع لحضرتك على مسار اليوم وهنفضل متابعين معاكو في